لقاحات تقريبا 4 أو 5 لقاحات بالعالم يتم العمل عليها، ولقاح فايزر، لقاح أسترازينيكا الإنجليزي، لقاح سبوتنيك الروسي، لقاح الصيني، ولقاح موديرنا الأمريكي. الأقرب إحنا أن هي لقاح فايزر ولقاح أسترازينيكا الإنجليزي. لماذا بالضبط؟ هذول تقريبا وصلوا للمراحل النهائية وأكملوا الاختبارات واستخدم، يعني اللقاح استخدم مثل ما عرفته في المملكة المتحدة وقسم منه قبل هذا الوقت عن طريق تصاريح طارئة تسمى، استخدموا للجيش وغير أمور يعني قبل هاي الفترة. فبالنسبة للقاح فايزر يعني معالي الوزير في تواصل مع السفير الأمريكي، التقى به والتقى بالسفير البريطاني بالنسبة لموضوع لقاح أسترازينيكا في هاي اليومين الأخيرة. ولجنة الخبراء ولجنة يعني الصحة والسلامة اطلعت على كل التفاصيل، وهو في تواصل مع الشركة، يعني لجنة الخبراء في تواصل مع الشركة وانعرض اللقاح عليهم، وإحنا راح ناخذ اللقاح عندما تقره منظمة الصحة الدولية. راح نستلم اللقاح. طيب إن شاء الله. كيف سيتم توريد هاللقاح؟ وأكدت أغلب الشركات أن هذه اللقاحات تحتاج إلى بنية تحتية خاصة. نعم، هو مثل ما سمعتوا يعني لقاح فايزر يحتاج إلى درجة حرارة واطئة جدا. نعم. بما أنه بدأ نقله والنقل في المملكة المتحدة، العراق يعني عنده نظام التطعيم الوطني قديما، يعني عندنا سلسلة تبريد احنا من زمان يعني. نعم. وتم تطويرها والعمل عليها وكملت تقريبا، يعني تصريح سيد الوزير 140 سلسلة تبريد جاهزة، وكذلك المخازن يتم العمل عليها حتى تستلم اللقاح وتتوزع. هي قريبة يعني نفس درجة البنية التحتية أو درجة الحرارة؟ كل اللقاحات تحتاج إلى درجات تحت الصفر منخفضة، ومنها اللقاحات اللي احنا دا نستخدمها من عشرات السنين، لقاح التدرج، لانه احنا سمعنا انه يعني 80 درجة تحت الصفر و70 درجة، هي يعني درجة تعتبر ارقام درجة واطئة جدا، لكنه شيء مو صعب يعني. الوزارة دا تعمل على هذا الموضوع والمخازن دا تتهيئ ان شاء الله، وما عندنا مشكلة بس يقرر اللقاح، احنا مستعدين لاستلامه وتوزيعه ان شاء الله. طيب توزيع هذه اللقاحات بالنسبة للفئات كيف سيكون؟ مثل ما سمعتوا يعني العراق حجز 20% من نسبة الشعب العراقي. وهذا طبعا كل دول العالم، لأنه ما متوفر هو بكميات هائلة، يعني شركة فايزر ما راح تقدر تنتجه بكميات هائلة جدا، فنسبة 20% تقريبا من أعلى النسب بالنسبة لبقية الدول، يعني حجز كمية اللقاح بهاي الكمية. التوزيع أكيد راح يصير للفئات المهمة وفئات الخطورة اللي هي في كل العالم، راح يكون للجيش وللجيش الأبيض بحكم أنه هذول الناس لازم يكونون هم جاهزين حتى يعالجون بقية أكيد. الناس نعم. وحتى ما ينشرون المرض وحتى ما تزيد نسبة الوفيات عندهم، وهم أكثر ناس على تماس مع المرض. فراح يصير تقريبا للقوات المسلحة، راح يصير للجيش الأبيض، أصحاب أيضا الأمراض المزمنة، الأمراض المزمنة بالضبط، يعني الأمراض اللي هم التدرن والسكر وغيره وكبار السن، ألن يؤثر عليهم يعني هذه يعني الأمراض المزمنة؟ ألن يعني سيكون على موضوع مضاعفات أو غير ذلك؟ لا لا طبعا، هو اللقاح هو محسوب ومدروس، وهو يعطى أصلا لفئات الخطورة للناس كبار السن كليته، حتى لقاح الإنفلونزا أكيد جرب يعني وكانت النتائج إيجابية من ثم. نعم، هو مو فيروس وإنما هو جزء من الفيروس حتى يحفز الجسم يعني.